مرحبا ابو سيد. يا هلا هلا والله يا عم. ايه رايك في اللي احنا فيه ده؟ والله زي الفل، قاعدين في الشارع اهو. يعني احنا دلوقتي قاعدين على الارض. على الارض اهو، فردين وعايشين حياتنا. خدنا مرتبتين من اللي احنا قاعدين عليهم. هجيب لك مخدات وننام في ما هو يبوظ الحج. ويبوظ الحج؟ يعني الناس كلها قاعدة على الارض مستنيين. احنا يعني تنظيم بصراحة السعودية أبدعت في التنظيم. يعني تحس إن هم إبداع. هو إحنا هنا في مرحلة الإبداع التنظيمي، اللي هو ما فيش أي حاجة في أي حاجة ماشية مظبوط. الحمد لله عم الحاج. هنعمل إيه؟ رضا. يعني هم يعني لو قصدين يعملوا كده مش هينجحوا. معرفش عملوا كده ازاي. الناس كلها متجنجله. ايه احنا بقينا الساعه كام دلوقتي؟ 8:30. الساعه 8:30 ولسه ما اتحركناش من عرفات، متوجهين الى المزدلفه. مش عارفين نعمل. المشكلة ان مفيش حد معان، حد بيرد على اي حاجة. مفيش بني ادم عارف اي معلومة، ولا مدير مركز، ولا مدير اي حاجة، ولا اي حاجة في اي حاجة، ولا حد فاهم اي حاجة. ادي احنا قاعدين، ربنا يصبرنا بقى.